Angels Fan. Angels Fan. Angie Down. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. القبلة هي شيء رقيق، الوعود قلبان متحبان، الحب بذاته كلها أشياء رقيقة، القوانين والقواعد كلها أشياء هشة، الأخطاء والمحاولات. القبلة هي شيء رقيق، الرقة هي الحاجز ما بين الحقيقة والهاوية، الرقة هي القدر والمستقبل. القبلة هي شيء رقيق، رقيقة كالنسمة، لكنها قد تحدث هزة أرضية. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ الأرض تهتز. هذه الهزة هي بسبب ما فعلناه. نحن من تسبب بهذه الهزة. لقد حلت الكارثة. ماذا؟ ما الذي تقولينه؟ الحيوانات هي أول من تشعر بالأمر. لا فكرة لدي أبداً عما تتحدثين. أتحدث عن قبلتنا، لم تكن صحيحة. أنا طيبة وأنت شرير. إنها خطيئة فعلاً. قلت خطيئة؟ تعرف أن هذا صحيح؟ تماماً كساي وتيكو، هذا ما حصل لهما، أشعر بالأمر. إنها حاستك السادسة وحاستي أيضاً، لقد تقبلا أخيراً ما يشعران به. لكن لماذا أحضرنا إلى هذه الحضارة لنلتقي ساي وتيكو؟ وينتهي بنا الأمر مثلهما؟ أجل، أخيراً تحقق ما كنت أحلم به، تبادل راف وسألفس القبل، تمت الخطيئة. لكن لماذا لم يحدث أي شيء؟ كن صبوراً يا ملكاي، يجب أن تحل الكارثة على كل الخليقة في كل زمان ومكان. ماذا لو فشلنا؟ أصمت، الموجة في طريقها للوصول، أشعر بها، أشعر بها. أجل تعالي وخذيني، هيا يا تعالي وأنقذي رينا. رأسي، رأسي. لا يبدو بخير. هالتي، إنها هالتي. إنها تصدر ذبذبات. إنها تلمع، لكن لا أعلم لما. لا أعرف الكثير عن الهالات، لكن أعرف أنها حساسة مثل قروننا تماماً. هذا بالتأكيد مؤشر خطير، هذا ما أعلمه. هالة البروفيسور ليست الشيء الوحيد الذي يصدر الذبذبات، المدرسة كلها ترتجف. ما الذي تقوله؟ أشعر بهذا داخل معدتي، صدقيني. في رأيي أنك أكثرت من الأكل مجدداً. صحيح، كل ما هناك هو الطعام الذي تناولته على الغداء. كلا، غاز محق، شيء رهيب قد حدث. لكن ماذا سنفعل بخصوص راف وسالفوس؟ لا أستطيع إخبارك بهذا، لكن يجب أن نحمي الآدميين. وما دخل الآدميين بهذا؟
ألا تفهمين؟ الخليقة كلها في خطر الآن، مصير جنسنا متعلق بمصير الآدميين. آه بروفيسور، ألا تعتقد أنك تبالغ؟ هل كنت تقول كنت تقول بسرعة، يجب أن نخرج الآدميين من المدرسة قبل أن ينفجر كل شيء. لكن هذا لا يقع ضمن جدول أعمال الأشرار. هذه ليست حالة عادية، جدوا طريقة ما، نحتاج إلى مساعدة الجميع هنا. حسناً، لنشترك في هذا، يجب ألا ندع أحداً يقول إن الأشرار لم يشاركوا في حماية الآدميين. حسناً، سأقوم بذلك، تعالوا معي جميعاً. إنها تتصرف دائماً كرئيسة. هي هكذا دائماً. لنعمل معاً، بإمكاننا أن ننقذ الآدميين. في الطابق الأول سيتعامل الطيبون مع الآدميين، ونحن نتعامل معهم في الطابق الثاني. هيا لننطلق. ولكن لا يبدو الأمر آمنا هنا، ماذا سنفعل؟ يجب علينا أن نطير الآن. تبدو هذه فكرة جيدة راف. أنا لا أتحرك، لا أقدر على الطيران. هذا بسبب الرياح، حاولي أكثر. الهرم لقد اختفى. لا، لن أتمكن من النجاح، لا أستطيع الصمود. أرجوك لا لا. أجل، لا سيدتي، يبدو أنها نهاية كل شيء. أنت مخطئ يا خادمي، إنها البداية فقط. إنها البداية فقط أيها الصغير. رينا لا. لماذا لا يوجد أحد في الرواق؟ ربما لا يزال جميع الطلاب في الصفوف. لما لا يحاولون الهرب؟ قد يكونون خائفين. أوري محقة، الخوف غالباً ما يعيق حركة الآدميين. هل يجب علينا أن نعطيهم القليل من الطاقة الطيبة؟ أجل. حسناً، لنسرع، سأدخل إلى هذا الصف. وتذكرنا ألا تدعنا الآدميين يدركون أن كنا من الطيبين، هل فهمتن ذلك جيداً؟ السقف على وشك الانهيار. أين ذهب كل التلاميذ؟ أندرو، أنا خائفة. اهدئي، كل شيء سيكون بخير. لا يمكنهم أن يبقوا هنا، السقف سينهار. كيف سنخرجهم من هناك؟ أنتما تعلمان أنهم لا يستطيعون أن يرونا. أي يمكنك منع السقف من الانهيار؟ أجل، لكن بشكل مؤقت. نحتاج إلى بضع دقائق فقط. إذا استخدمت قواي سيلاحظ الآدميون. إنهم تحت الطاولات، لن يلاحظوا شيئاً، هذا خيارنا الوحيد. أنت على حق، لنقم بذلك. ابقى متماسكاً أيها السقف. حسناً، أنت من طلب ذلك. طيران السقف. هيا سويت، أوري، يجب أن تسرعا. أخبريني، هل تعلمين ما هي الخطة؟ سوف تكتشفين الآن. نحلتي، شغلي الأضواء. للحماية والحراسة. أخبريني ما رأيك. هذا رأي فعلاً. لا أستطيع الصمود أكثر. يا تلاميذ، يجب أن تخلوا المدرسة وبسرعة. ترى من أين أتت هاتان؟ من اتصل بالإطفاء؟ هل سمعتما ما قالته صديقتي؟ هيا تحركا.
جيد، استمروا بالخروج من هنا بهدوء وروية. مرحبا إدوارد. ولكن هل تعرفين اسمي؟ أعلم أنك يجب أن تخرج من هنا ويجب ألا تضيع الوقت. لقد نجحنا. لقد أخلينا الصف بالكامل، أصبح الجميع في الخارج. كان أمرا رائعا، لقد أخفنا الجميع. أجل، هكذا يعمل الأشرار. أسمع صوت هرة. حقا؟ أين؟ المواء آت من هنا. ولكن ما الذي تفعلينه هناك؟ ادخلي إلى هنا. كبير يا إنسي أمرها، يجب أن نخرج من هنا. لن أفعل ذلك. الأمر لا يستحق، نحن على هيئة بشرية. قد يسوء الأمر أكثر. سوف أنقذها، أعطيني لحظة. والآن فلتعمل قوة التحويل. حسنا، رائع. هذا رائع، والآن ماذا؟ والآن لننقذ الهرة. عمل جيد، لقد أنقذته. كما قلت لك، هذه هي طريقتي. لقد تمت المهمة، ولم يتعرض أحد من الآدميين لأي أذى. يمكنك أن تشكرنا. أنتم لم تنقذوا أحداً. أعتقد أن الجميع يستحق الشكر. جيد أن الهزة قد انتهت. ما يهمنا الآن هو أن نركز على راف وسالفوس. رافوس، هل أنت بخير؟ أجل، شكراً. وأنت؟ وأنا بخير. راف، أخبريني ما الذي حدث؟ طبعاً سأخبرك أنا، وهو لقد أخطأنا فعلاً. رينا سيدتي، هل أنت بخير؟ أرجوك جاوبيني. لم أكن يوما أفضل. You've always dreamed of as a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to live.